مجد البريش، والشكر موصول أيضا لكل الضيوف الأعزاء، وموصول أيضا لكل الإخوة والأخوات في كل مكان تصلهم قنوات بين سبورت، تصلهم صورتنا وصوتنا للحديث عن الحدث الإفريقي الكبير، ألا وهو وصول الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في مواجهة نسور نيجيريا، المحاربون أمام النسور من أجل ورقة الترجح لمواجهة السنغال للأسف في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل هنا على نفس الملعب في القاهرة. طبعا وجوه مبتسمة وليست مقبوضة تماما هذه التي لمسناها وشاهدناها على وجوه اللاعبين الجزائريين عندما تشاهد جمال بالعمري وهو هكذا بهذه الابتسامة، أكيد تتفائل خيرا في هذه المباراة. الأكيد أننا سنلعب مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيريا العملاق الإفريقي والعملاق العالمي المشارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، في حضور جزائري رائع وبارع وفي حضور كذلك مصري رائع في مدرجات استاد القاهرة في هذه الأجواء الكبيرة جدا. أي نعم ليس هو نفس حضور مباريات مصر، ولكن هو حضور محترم بأجسادهم وبعقولهم وبقلوبهم مثل ما هو حضور مصري في كل بيت مصرية، طبعا بكل هذا الوفاء وهذا الحب وهذا التقدير للمنتخب الجزائري الذي لقي كما سبق وأن قلنا تعاطفا كبيرا غير مسبوق بالنظر لما فعله لحد الآن. هذه الخطوات الأولى وهذه الأعلام الجزائرية ترفرف هذه، ورامي بن سبعيني في القائمة الثانية موجود أمامك المدافع الأوسط قديورة يطلبها سفيان، الكرة البعيدة راح بنجاح، كرة خطيرة أدخل بنجاح، راح بنجاح يواصل بنجاح، دخلت نيجيريا في الخلف تلعب في الأمام لصالح المنتخب النيجيري وجمال بالعملي يخرج هذه الكرة والحكم يقول لمسة يد لصالح المنتخب الجزائري على اللاعب صمويل الآن موسى واسماعيل يتفوق مع حارس الرئيس وابن بلحي من هنالك مع مهدي زفان يمر بلايلي يدخل بلايلي بابا بابا جول يا 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 يوسف لم تكن متسللا ابدا 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 لم تكن علي سفيان سفيان وتوزيع ارضيه والدفاع يخرجها مرة ثانية يوسف بليلي يفتح اللعب الكرة بعيدة من عدلان ليوسف والتغطية ورياض ورياض التوزيع اي 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 وقول ويوسف مازال الكرة البعيدة حذر يا جمال حذر يا جمال ورايس يلقى الحق عنده الكرة طلبها سفيان ولولو كادت توصل هذه الكرة في التجسر تسديد تصدى الدفاع خطا كل حكم المباراة لإيجالو ولصالح عناصر المنتخب النيجيري قلنا لا نحتج يا جمال الكرة الثابتة حذري 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 بعيد بعيد راحت راحت سلامات راحت سلامات حارس رئيس وهاب مبولحي 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 باليسرى يرسل يبحث عن بغداد كرة في اتجاه يوسف راقب كورته انطلق يوسف وفي خطأ وينك يا بغداد اسماعيل بن ناصر والدخول من هنالك من عيسى خطيرة جول بابا 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 با. آه يا رامي آه حط لك بالمليمتر يا رامي بالمليمتر حط لك الكرة هنا في القائمة الثانية ارتقى حذر يا رامي خلفك موجود اوازيام الكرة خطيرة لمر رجع للخلف الكرة المرفوعة في القائمة الثانية حذري والكرة بعيدة بالراس راحت سلامات هنا من قبل المدافع كينيث يوسف راع يوسف راع يوسف راع يوسف بابا 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 رائعة يوسف وبغداد يا سلام على الثنائية صعب لأحمد موسى لازم له مساعدة أحمد موسى وبين أحضر يا يا لبغداد والكرة راحت مباشرة إيتيبو يوصل إيتيبو 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 مع سفيان وجمال الدفاع كرة بعيدة يوسف بليلي رجعت للحارس عقبيوي يرسلها بان دخل زفان مازال معلش معلش يا زفان معلش الكرة بعيدة تماما راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة حتى أنت تدخل في المباراة يا مهدي طبعا صعب جدا تعوض هاي كرة جول هاي كرة جول يا رياض يا رياض رياض بغداد ونجاح بابا بابا جول يا بغداد يا بغداد ماذا ضيعت يا 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 فرصة ثمينة لبغداد لبنجاح فرصة ثمينة صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير حاول المرمى وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح بغداد ضربة جزاء يا سيد الحكم يا بغداد
زيد زيد خليها باليد. نعم طويلة من أحمد موسى، التغطية الدفاعية بالراس وعدلان ألف في اتجاه الحارس أكبيوي يضغط عليه من هنالك يوسف بلاي بغداد بابا بابا بغداد وبابا بابا بابا خطيرة سفيان لبغداد وخرج من هنالك جميل كولينز من هنالك رياض رياض خطيرة إيغالو أغلقنا عليه أغلقنا عليه إيوبي متسلل الأملاء إيوبي راحت سلامات 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 يا رياض حذاري حذاري من الكرات مثل هذه وانت بظهرك هاي كرة صعبة أخذها رياض 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 أرضية وجول تغطية دفاعية حذري من الخطورة حذري حذري يا يوسف حذري حذري بالألف من الجزائر مع مرور الوقت ضربة الانطلاق أعطيت الآن من قبل حكم المحلل الآن إيوبي يا عيسى رياض يا بغداد بغداد يلعبها مع بن أي مع يوسف راح بغداد راح بغداد بغداد لا 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 عنده الكرة الآن عدلان كرة ممتازة لبغداد لا لا هنالك على الجهة اليسرى يوسف يبحث عن بغداد يوسف وبغداد والدفاع وبابا جيريا وانطلق على الجهة اليسرى هاي كرة سريعة هاي كرة خطيرة هاي كرة خطيرة اوه الحكم يخرج لك البطاقة يا يوسف الحكم يخرج لك عدلان بغداد بغداد ايتيبو يلعبها في العمق التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق مهدي زفان يرسلها بعيدة تماما رياض مازال عند الكرة يبحث عن المرور رياض مر رياض ادخل يلعبها لسفيان سفيان مازال لو 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 رايا اسماعيل رايا اسماعيل يا رايا اسماعيل رايا سوية بن بول حيرس الكرة عدلان احمد موسى احمد موسى مازال يلعبها من هنالك ورامي مباراة من هذا النوع متفوقين بهدف مقابل صفر ايوبي تصديرها هاي كرة خطيرة 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 الكرة خطيرة ايوبي سلامات ايوبي وسلامات الكره مرت مباشره لضربه مرمى يقول حكم المباراه ركز شويه يا يوسف ركز شكويزي عاودين يكون فيها الخير اسماعيل بن ناصر في الوسط حكم يقول خطا للمنتخب الجزائري كان قريب من اللقطه خطيره الكره هذه لصالح عناصر المنتخب الجزائري لاسماعيل بن ناصر هنا تقديم الرجل من قبل اي تسلل في وضع تسلل كره بالراس والدفاع ورياض وسفيان لا لا كره بعيده من مع اوميرو الكره البعيده وجمال بعيدة 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 راحت للتماس تنفيذ التماس لصالح المنتخب النيجيري كرة بعيدة بالراس التغطية من عدلان قديورة خرجها في روغو يوسف في عزال يوسف باليمنى يوسف باليسرى يوسف يوزع ما زال عند الكرة رجع للخلف ناحية تيتيبو لا ضربة فيد ضربة فيد ضربة فيد يقول ضرب الجزاء حكم المباراة نعم يقول ضرب الجزاء روح من هنالك يا رئيس إيغالو جول قلت لك روح من هنالك يا رئيس إيغالو يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا نعم يعدل النتيجة للمنتخب النيجيري معليش خرجوا لنا الآن ما يوجد في قلوبكم في السبعة عشر دقيقة بالرأس من هنالك رامي بن سبعين وفي خطأ يقول حكم المحاولة المرور ويوسف بليلي